طيب اقتصاديات التعليم يا فندم، من المفترض أنها تناقش ويتم بحثها في حوار مجتمعي، هل هذا أفضل بكثير وأفضل حالا للوقوف على أهم التحديات في المنظومة التعليمية؟ والله حضرتك شايفة احنا بنحاول نوضح كلنا، كل واحد فينا في مجاله يعني بيوضح، والسيد الرئيس بيوضح، بنحاول نشرك الناس في المشكلة اللي معانا علشان نتفق جميعا، دول ولادنا فلازم كلنا نعرف ايه اللي قدامنا. فكان السيد الرئيس في حديث قريب كان بيتكلم عن تكلفة جزء واحد اللي هو موضوع الأبنية وحل مشكلة الكثافات، ولكن لو جينا شفنا تكلفة بناء المناهج الجديدة، تكلفة الاستثمار في محتوى رقمي، تكلفة إعداد المعلمين، مع طبعا ملاحظة التضخم السكاني، وإحنا بنرسم الخريطة ل 15 سنة جاية، كل ده بينعكس في صورة يعني متطلبات مالية. فإحنا كنا عارفين إن محتاجين تمويل أكبر من كده علشان نضمن استمرار الطموح ده، وعشان كده عملنا الوقف ده كحل أساسي في الخريطة دي وفي الحلول المرتقبة إن شاء الله. وفي نفس الوقت إحنا بنقوي العمود الفقري للوزارة من حيث الناس اللي بيعملوا المناهج بندربهم يعني ليل نهار، الناس اللي بيعملوا الامتحانات الجديدة بندربهم عشان يبقى عندنا العنصر البشري كمان القادر على إنتاج المناهج دي للسنوات اللي جاية يكملها للآخر، والعنصر البشري اللي يقدر يعمل الامتحانات اللي بالشكل الجديد، والبنية التكنولوجية، وإن إحنا نغير شكل الجهاز الإداري نفسه وطبيعة عمله بحيث يبقى أكثر كفاءة. كل ده مع وجود التمويل يخلق بقى الأدوات اللازمة عشان نكمل بالآخر بإذن الله. الغير قادر معالي الوزير ازاي ممكن يستفيد من كل ما يتم الآن؟ صندوق وقف خيري لتطوير التعليم، حالة من التعليم جديدة بنحاول جميعا كمجتمع أن نصل لها، الغير قادر اللي مجانية التعليم ممكن ما يكونش أساسا قادر يستفيد منها. ما هو ده والله اللي احنا حاولنا نقوله، هو احنا حاولنا نقول انه رغم نبذ الهدف اللي مكتوب في الدستور الا انه على الارض لم يتحقق بالصوره الكامله، وبالتالي حاليا من قبل ما نعمل صندوق ولا اي حاجه خالص احنا كنا حريصين جدا نقول يا جماعه الغير قادر النهارده فعلا تعبان حتى إذا كان موهوب، وعشان كده الرئيس أمرنا بالاهتمام بالموهوبين خصوصا الغير قادرين منهم. فالوضع الحالي اللي هو فيه مصارف للتعليم زي الدروس الخصوصية وزي الكتب الخارجية وزي مصاريف بعض المدارس، كل ده عبء مالي، وبالتالي رغم أن الهدف في الدستور كان تعليم مجاني بجودة عالية إلا أنه ما قدرناش نحققه عبر السنين بالصورة الكافية. فإحنا بنقول العكس، بنقول احنا بنحاول نعمل كل اللي عندنا عشان نحقق اللي في الدستور على الارض ونعفي الاهالي مما يتكبدوه حاليا. بس عشان كده كان لازم نتكلم بقى على اقتصاديات التعليم ونشوف هو مين اللي هيدفعها. فمش بنقول هنكلف الناس ونشيل المجانيه، ده بالعكس احنا عاوزين يعني نرجع المجانيه ونرجع الجوده. فدول بتكلفه كبيره، ومن هنا جاءت فكره المشاركة المجتمعية بتاع القادرين في صندوق كبير يعود ريعه على الكل، وأهمهم الغير قادرين، وأهم مجموعة فيهم هم الموهوبين منهم. عشان كده أنا ركزت على العناية بالمتفوقين وتحقيق يعني الهدف بلا تكلفة عليهم. فالقادر إن شاء الله بعد ما نعمل كل الحاجات دي هيكون أكثر حظا بإذن الله من ناحية الحصول على خدمة بجودة أعلى وبلا تكلفة. معالي الوزير، الدروس الخصوصية اللي ذكرتها دلوقتي في حديثك والعبء المالي اللي بيكون على كاهل الأسرة اللي بتجمع المبالغ لهذه الدروس الخصوصية، خاصة إذا كانت الثانوية العامة، أيضا المراكز التعليمية اللي مش مرخصة، قد إيه دي يا فندم عاملة ارتباك في المعادلة التعليمية السليمة؟ ما هي دي حضرتك بتوصفي المشكلة الموروثة اللي كلنا بنحاول نتعامل معاها، هو ده الواقع اللي بقاله سنوات. فاحنا الدولة دلوقتي بتاخد خطوات على الأرض
واضحه جدا في جميع الاتجاهات الحقيقه، بس طبعا حجم المشكله كبير، فاحنا ماشيين في خطوات في كل محور من دول. بنتحرك فعلا في الابنيه التعليميه وبندور على حلول سريعه جدا لحل مشكله الكثافه حتى قبل الوقف وقبل ما يجي لنا الريع بتاعه. بنحاول المناهج الجديده شغاله في 3 سنوات دراسيه وستستمر باذن الله. التعديل في نظام الامتحانات الثانوي شغالين فيه واعلنا الامتحانات هتبقى امتى وازاي، والتابلتس هتبتدي نوزعها في المحافظات قريبا جدا. فكل ده ماشيين فيه. موضوع الدروس موضوع تاريخي وطبعا استفحل وعاوز تنظيم كبير جدا، ولكنه بيمس اعداد هائله. فاحنا قبل ما نشيله لازم نجد للاهالي بديلا له، لان هم لازم المدرس يرجع الفصل ويكون فيه انضباط في العمليه التعليميه. كل ده حاطينه في الخطه وعاوزين نرتفع بدخل المعلمين. بس لو حضرتك رصصتي الحاجات دي جنب بعض هتلاقي ان كلها فيها اجزاء ماليه كبيره جدا، وعشان كده بنحاول نحل كل مشاكل دي مع بعض. فهي هتاخد شويه وقت، انما الشيء المطمئن انه في حركه زي ما حضرتك شايفه في جميع المحاور بالتوازي، وفي حاجه الناس شايفاها بتحصل، وما كناش بنتكلم في حاجه من دي في السنوات اللي فاتت. فاحنا سعداء ان القياده السياسيه حطت التعليم اولويه اولى مع الصحه، وسمت العام القادم عام التعليم، وبالتالي هتجدي حضرتك تركيز عالي جدا على التخلص من كل المشاكلنا المزمنه. وعشان كده احنا بس محتاجين الناس تتفهم حجم المشكله وايه المطلوب، وعشان كده بنتكلم فيه كتير وننتظر مع بعض ازاي. ولازم نحط ايدينا في ايدين بعض فعلا، يعني ما نبقاش كلنا كل واحد بيحل مشكلته، يعني نواجه الواقع بالدراسه وبالبحث. شكرا جزيلا دكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم على وجود حضرتك معنا وعلى هذا التوضيح.